مو بس رنا، بناتك كلهن الهن دخل باللي بيني وبينك. تريدني اعترف مو؟ بس رنا. رنا شبيها؟ رنا ما إلها دخل. رنا الخطوة الأولى، أما البنات الباقيات خطوة خطوة وحدة ورا اللخ. زين غالب قل لي أنت وين وأنا أجيك بهالبساطة؟ غالب عوف البنية، وأنا ما أريد منك شيء. لا أريد تقول أنا بريء ولا أبد. عوفها وراح أنسى أنت موجود. هذا الحكي قبل ما أعرف بناتك إنه موجودات ويا من تربى. شنو قصدك؟ قصدي تعرفه كل زين اللي رباهن. لك وين تريد توصل وش تريد؟ أريد أوصل الجمال. اسمعني لك، أريد فدية 20,000 دولار على مود رنا ترجع للبيت. جمال ما له علاقة بالبنات. لا له علاقة ونص. جمال هو اللي كبره ورباهن، مو أنت اللي خريج سجون. بس جمال يمكن يرفض يدفع. لا، جمال رجل طيب وإيده مو إله، يعني ما أعتقد راح يبخل ب20,000 دولار على بنية هو رباها. أترجاك يا خالد، أترجاك لا تدخل جمال ببيناتنا. هذه بعد أنت وشطارتك. لو تقنع يعطيني ال20,000 دولار، لو أخلص أنا على بنتك افتهمت، لو أغنياني يا هموال يبتش الحجر. دير بالك تمس شعره من راسها. كافي كافي، اسكت وبقي لك كم حباية رصيد عم تخابرني. يلا روح. ألو 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 ألو. ألو سعيد، الحق لي أنا طايح بمشكلة. ماما هدي، وين راحت رنا؟ ماما هدي، أريد رنا، أريد بنتي أمي، أريد بنتي ماما هدي. النور ما أقدر. إجا أبوك؟ إي إجا أبوك. أبوك بابا. بابا شلون؟ جمال، جمال احكي وياي. البنية وين؟ ما عليك، ايش عليك؟ شنو على كيفه؟ وين؟ بابا ايش صار؟ احكي. دقيقة بابا دقيقة. ورا ما خلصوا البنات اكل بالمطعم، اي كل واحده راحت لبيتها، اي بس ما يعرفون هي وين. هي ما رنا، هي ما رنا. ماما ربي، ماما هي راحت لبني. عليك راحت عليك عليك حبيبي عليك عليك. اجيب لك الدواء. يا دواء يا دواء نور. ارجعي ارجعي خابريها مره ثانيه. ماما خابريها. ماما دا اقول لك خابرتها مليون مره، تليفونها مغلق. هي مطلب اللي اريده. تشوفي احنا مسيطرين عليها. يعني رنا صالح؟